إخوة الأعزاء، نجدد معكم العهد، فمنا الثقة ومنكم الوفاء من خلال أعمال ومشاريع وليس وعود وأقوال تعهد بها مرشحنا. لقد حرص على إحداث التوازن الجهوي من خلال توزيع أو حسن توزيع مشاريع التنمية، فأعطى إشارة استغلال منجم بأقصى الجنوب الغربي، وأعطى إشارة استغلال منجم على حدودنا مع تونس. سيعمل مرشحكم عبد المجيد التبوني بإذن الله تعالى على رفع القدرة الشرائية بإذن الله، على الاهتمام بالطبقات الضعيفة والهشة، على زيادة الأجور ورفع قيمة الدينار، على دعم الانتاج الزراعي، على الاستمرار في منحة البطالة إلى أن يجد منصب شغل دائم للمتخرجين. قطعنا خطوات كبيرة والإنجازات ميدانية وحقيقة ملموسة. عندما نتكلم في الجانب الاجتماعي عن سكنات والجزائر المستقلة، في جوليا فقط شهر الثورة توزع 250,000 من السكنات الاجتماعية، أكثر من 250,000 سكن. ويلتزم السيد الرئيس، شفتوه أمس، يلتزم وما يوعدش، يقول يلتزم الانجاجمون، يلتزم ببناء 2,000,000 سكن. رجل فتح ورشه الجبهه الاجتماعيه وهو صادق في ذلك، تبوع سلم المسؤوليه بعد سنه 2019 لما خرج الشعب الجزائري متضامنا، خرج الشعب الجزائري في هبه واحده في حراك مبارك بكل سلميه ينادي الى حقوق جديده، ينادي للاصلاح على عاتقه، اصلاح الدوله في شتى المجالات، فاعاد ترتيب البيت على اسس واضحه، أعاد إطار الجزائر إلى سكة